بس كده بقى اللي واضح لي انك ما تعرفنيش. معقول؟ وانا هعرفك من ايه؟ يبقى الكلام اللي انا سمعته صحيح. كلام ايه؟ انك متغير بقالك كام يوم من ساعة حكاية البنطلون وحكاية المازية هانم. معقولة يا نظيم؟ معقولة حاجات بسيطة زي دي تأثر على قائد المقاومة؟ وانا السياح اللي جامد قوي كده؟ تعرفت منين موضوع البنطلون؟ انت اللي معرفتي بنفسك يا وغد. معرفك ازاي يا عم؟ ده انا اول مره اشوفك. صحيح شكلك مش غريب عليا ورامي على حد قريبي لاسع، بس دي اول مره اشوفك في الحقنه الزمنيه دي. ايه السفاهه اللي انت فيها دي؟ معقوله ما تعرفش عمك وجيه باشا؟ عم انا؟ امال عم عثمان؟ مش عرفني. في ايه يا نظيم؟ في ايه يا ابني؟ فضفض لي، افتح لي قلبك وفضفض. احكي لك يعني؟ احكي وانا كلي اذان صغير. هتستحمل كل الحاجات اللي هقولها؟ هتستحملني بجد؟ يا ابني بطل لكلكه، اتكلم فلنحسم الموقف. فلنحسم. انا هحكي لك، هحكي لك وامر الله. اذا فهمت بخير وبركه، ما فهمتش عادي. من اول ما جيت وما حدش قادر يفهمني ولا انا عدت فاهمني. فضفض يا ابني، فضفض وانا كلي اذان صغير زي ما قلت لك. بص يا سيدي، كان في كابينيه، لا نبتدي الحكايه من الاول خالص. كان في ولا مؤاخذه سهام،